انتخابات كتالونيا ابتسمت هذه المرة الاشتراكيين بقيادة سانشيز بعد نحو عقد من حكم الانفصاليين القديم. فمرشحهم سيلفادور إيلا حصد 42 مقعدا، بينما حصل حزب معا لأجل كتالونيا الانفصالي المتطرف على 35 مقعد، وحزب اليسار الجمهوري على 20 مقعد، وحزب الشعب المحافظ على 15 مقعد. فوز الاشتراكيين سيكون حافزا لسانشيز ومواقفه المثيرة للجدل بعد إصداره قرارات عفو بعد إدانات وملاحقات في حق قادة الانفصال عقب محاولة الاستقلال عام 2017. لكن نسبة المشاركة الضعيفة ب 58% فقط وعدم انفراد أي حزب بالأغلبية يحتمان على الاشتراكيين نشج تحالفات لبسط قرارهم في إقليم كتالونيا. مرشح الاشتراكيين سيلفادور إيلا وصف نتائج الانتخابات ببداية عهد جديد، لكن في انتظاره مهمة صعبة لتشكيل ائتلاف حاكم بحلول أغسطس، وإلا سيتم إجراء انتخابات جديدة شهر أكتوبر.